طبعا هذا يقودنا إلى نقطة واضحة جدا، وهي أن الفراغ الأمني للدولة الليبية جعل من هذه المجموعات تستثمر هذه الصحراء الشاسعة في ليبيا. أنت ذكرت الفقهة، هناك منطقة هي أبعد مسافة من الفقهة وهي تزربو. لو حسبنا المسافة تبعد تزربو عن تراغل حوالي في قرابة 1000 كيلومتر. إذا هذه المساحة الشاسعة في الجنوب الليبي الشرقي والغربي ما بين الجنوبين هي مسرح سهل التحرك فيه بهذه المجموعات. وتعقيبا على حديث السيد أسامة الذي قال بأن المخطوفين يتم نقلهم خارج ليبيا، للتصحيح لا، ليس هناك مخطوف يتم نقله خارج ليبيا، كل المخطوفين داخل التراب الليبي، وبدليل ال 22 شخص اللي تم العثور عليهم مساء امس فقط. اذا المنطقه الجنوبيه هي مسرح شامل وكامل لهذه العصابات. حقيقه ان شمال النيجر وشمال تشاد انتقل بالكامل الى جنوب الليبي. ايضا المعارضه، لا نحمل فقط المعارضه الشديده التي نتحدث عنها او السودانيه، ايضا الماليه، المعارضين من مالي ايضا هم متواجدون على الصحراء الليبيه ويعيثون في هذه الارض ويتحكمون فيها شبرا شبرا. لان الحكومه او الدور الذي يفترض به ان تقوم به الدوله غير موجود. في هذا اصبحت هذه الارض هي مسرح حقيقي للجريمه، سواء وجريمه دعنا نجازيها، اذا كان ذكرنا تهريب البشر، مخدرات، داعش، عصابات، كل ما يشار اليه بجريمه موجود في الجنوب الليبي. وجزء اخر المهم في هذه المرحله غير الدوله الذي يساهم في تفاقم هذه المشكله هو الحقيقه الانقسام داخل المنطقه الجنوبيه وسكان المنطقه الجنوبيه. هذا الانقسام السياسي الفكري ما ادى الى هذه الوضع المتفاقم داخل الجنوب الليبي للاسف جدا. ثم تحدث الاخ بالقليل بان ثوار الجنوب، لا ادري من هم ثوار الجنوب حقيقه. ثوار نعلم جيدا ثوار الجنوب هم قله، والمنطقه الجنوبيه ثوارها معروفين قله جدا في العدد. اذا كيف شكلت هذه القوه التي يتحدث عنها السيد بان هناك قوه تسمى فيلق الحريه او لا ادري لتحرير الجنوب؟ لا ادري تحرير الجنوب من من؟ هل تحرير الجنوب من اهله؟ هل تحرير الجنوب من سكانه؟ ما حظ قلت فيه عصابات يا استاذ حسين؟ نعم سيدي. انت الم تقل قبل قليل ان هناك عصابات في المنطقه؟ الا يستدعي وجود العصابات تحت؟ يا سيدي هو لم يشر الى العصابات، هو اشار الى جسم العسكر لا اكثر ولا اقل في التحرير، ولم يشير الى العصابات. اذا اردنا نحن تحرير المنطقه من العصابات، اولا لنبدا بال الأجنبي الذي يحمل السلاح، ثم إذا أردنا محاربة العسكر علينا إذن بعد ذلك نذهب إلى العسكر.